قضيتنا حصلت سنة 1984 في ولاية لويزيانا. الولاية دي كان عايش فيها عيلة أب وأم. الأب كان اسمه جاري والأم كان اسمها جون. كان عندهم 4 أطفال وطفل منهم كان اسمه جودي بالشي. جودي كان بيحب يلعب كرة السلة كرة قدم، كان رياضي جدا، وأكتر لعبة كان بيحب يلعبها هي لعبة الكاراتيه. زي ما قلت لكم كان طفل رياضي جدا، سعيد جدا، كمان كان مؤدب جدا. وجودي اختفى فجأة يوم 19/12 سنة 1984، وأهله وقتها قالوا للشرطة ان جودي مستحيل يكون هربان. جاري باباه كان عنده صحاب كتير جدا في مركز الشرطة، وكلهم كانوا عارفين جودي، والكل بدأ يدور عليه بسرعة جدا، ما ضيعوش وقت نهائي. المحققين ساعدوهم جدا، بس جودي كان اختفى تماما. الشرطة عرفت هنا حاجة مهمة جدا، تقريبا الكل كان شاكك في شخص معين. الشخص ده كان قريب جدا من العيلة، بس الكل كان عارف ان ليه يد في اللي حصل لجودي، وده كان مدرب الكاراتيه اللي بيدرب جودي. ومش بس كان بيدرب جودي، ده كان بيدرب اخوات 2 من اخواته تاني. يعني العيلة كان عندهم 4 أطفال، المدرب ده كان بيدرب 3 منهم. المدرب ده كان قريب جدا من جاري وجون، كان صديقهم المقرب، يعني كان تقريبا عندهم على طول. كان بيحضر كل اعياد ميلاد الاطفال، كان بيخرج مع الاطفال، كان بيخرج معاهم، كان بيجي لهم البيت على طول، كان صاحبهم من الاخر، وكانوا واثقين فيه جدا. وفي يوم جه البيت وقال لجون ان هو هياخد جودي معاه، هيجيبوا حاجة بالعربية وربع ساعة وهيرجعوا. بس الليل ليل وهم تأخروا جدا، وهنا جون ما شكتش اللحظة ان جيفري المدرب يكون عمل حاجة في ابنها، خطفه او عمل فيه اي حاجة. لأ، ده هي قلقت على جودي وجيفري ان ممكن يكونوا عملوا حادثة، ممكن يكون العربية تعطلت. بدأت تتصل بالمستشفيات، بس عدى الوقت وفهمت، وساعتها بلغوا الشرطة. وقت البحث عن جودي، جون وجاري كانوا مصدومين جدا، ما كان حدش فيهم كان مصدق ان ممكن يكون صديقهم المقرب عمل كده فيهم، وهي فعلا حاجة صعب جدا تتصدق. وبعد اسبوع في اتصال جه لبيت جون وجاري. جون ردت على التليفون، واللي كان بيتكلم كان جودي، وكان صوته خايف جدا. جون وجاري على طول عرفوا البوليس. البوليس اصلا كان مراقب التليفون بتاعهم، والشرطة فعلا قدرت تتبع المكالمة. والمكالمة دي كانت جاية من فندق في كاليفورنيا، واللي كانت على بعد 2000 ميل من بيت جودي. الفندق ده كان قريب جدا من ديزني لاند، فكانوا فاكرين ان هو لما اخد جودي عشان جودي ما يحسش ان هو اصلا مخطوف، او يحس ان في حاجة غريبة، حاول يحسسه ان هو طالع رحلة وخده وداه لديزني لاند. الشرطة في لويزيانا اتواصلوا مع الشرطة في كاليفورنيا، والشرطة راحت بسرعة للمكان، خبطوا على الباب، وجوه لقوا شخصين. بس الشرطة لما دخلت اتصدمت، فكروا ان هما داخلين اوضة غلط، لان الطفل كان شعره اسود وجودي شعره اشقر. كمان الراجل ما كانش عنده دقن، والمدرب كان معروف عنه ان هو عنده دقن. بس لما بصوا على جودي وشافوا كمية الرعب اللي في عينه، عرفوا ان هما جم ودخلوا للأوضة الصح، وقبضوا على الراجل واخدوا جودي معهم. وجودي حرفيا كان بيترعش وخايف جدا. جودي قال ان هو كان خايف من الشرطة ومن المسدسات اللي موجهينها في وشه اكتر ما كان خايف من جيفري. الشرطة هنا فضلوا يهدوه، بعد كده اخدوه للمستشفى وعملوا له هناك تحاليل كتير جدا. جون كانت بتتكلم اصلا على التليفون لسه مع ابنها في الوقت اللي الشرطة دخلت عليهم فيه، وسمعت كل حاجة. بعدها الخط فصل، رجعت تاني اتصلت بالشرطة، والشرطة طمنتها ان ابنهم معاها. الشرطة كانت هنا في كل تفكيرهم ان هم يرجعوا جون لبيته بامان ويجمعوه مع اهله، بعد كده يحاولوا ان هم يهدوه ويبدأ يتعالج نفسيا، وبعد كده يعرفوا منه ايه اللي حصل. المدرب طبعا فضل في السجن في كاليفورنيا
لحد ما يتأكدوا إذا كان هيتحاكم في كاليفورنيا ولا هيرجع للوزيانا تاني. بعدها جون وجاري الاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض، وكانوا حاسين بالذنب جدا، كانوا حاسين ان هما السبب وان هما ما قدروش يحموا اطفالهم كويس، ما قدروش يعني يقدوا مهمتهم كويس، هما اللي دخلوا الراجل ده لحياتهم وهما اللي وثقوا فيه وهما اللي خلوه يدرب اطفالهم. في الوقت ده في شريف اسمه مايك كان يعرف العيلة وكان عايز يروح هو بنفسه ويعرفهم ايه اللي حصل مع ابنهم جودي. البوليس وقتها كان استجوب جودي كتير، حاولوا معاه كتير وجودي ما كانش بيتكلم ابدا، بس نتيجة التحاليل ظهرت، ولما عرف خلاص ان هم عرفوا كل حاجة بقى عنده قابلية ان هو يتكلم اكتر. مايك قال لجاري ان الراجل كان مقرر ومخطط ان هو يخطف جودي من اكتر من سنة، وان كل مرة جودي كان بيروح ليها للتدريب المدرب ده كان بيقرب منه اكتر. ان هو في البداية بدأ ان هو من فترة طويلة جدا يجرب يشوف ردة فعل جودي لو لمسه او عمل فيه اي حاجة هتكون ايه، وكان كل ما جودي يتكلم يقوله ان دي حصلت بالصدفة، ما كنتش اقصد. وبعدها قرر ان هو يخطفه، وكان بقيله فترة بيعتدي عليه اكتر من مرة. جاري طبعا سمع الكلام ده اتعصب جدا وقال للشريف ان هو هيقتله. الشريف مايك ساعتها قال ان هو كان متوقع ردة الفعل دي من جاري، بس هو عارف صاحبه وعارف ان جاري بيتكلم بس، بيتعصب بيتضايق بس ما بيعملش حاجة على ارض الواقع. بس في النهاية مفيش اب هيسمع الكلام ده عن ابنه وهيقدر ان هو يتحكم في اعصابه او يسكت. كل وسائل الاعلام كانت عارفة وكانت واقفة قدام بيت جاري بيحاولوا يتكلموا معاه مع جون، عايزين يتكلموا مع اي حد منهم، وكان وقتها جودي لسه مرجعش للبيت. المهم ان هم في مرة لحقوا قدروا يتكلموا مع جاري وسألوه هتعمل ايه، وهو رد وقال ان هو مش عارف يعمل ايه وانه حاسس ان هو ضعيف جدا ومفيش في ايده حاجة يعملها. جاري قضى الفترة القصيرة اللي قبل ما ابنه يرجع فيها بيروح لبار، كان بيروح بيحاول يهدي نفسه وكمان بيفكر هيعمل ايه. بعدين كان كل ما يروح هناك بيتكلم مع كل واحد بيشوفه في البار تقريبا عن القضية بتاعت ابنه، كان عايز يعرف بأي طريقة من اي حد اذا كان جيفري هيتحاكم في لوزيانا ولا مش هيجيبوه وهيتحاكم في كاليفورنيا. وفي نفس الوقت جون مراته كانت مكتئبة جدا، خسرت وزن كتير جدا، ما كانتش بتاكل ابدا. وبعد فترة قليلة جودي اخيرا وصل لمطار لويزيانا يوم 1/3 بعد 10 ايام من الرعب. طبعا اهله كانوا قاعدين مستنينه في المطار، كمان وسائل الاعلام والصحافة، وطبعا اللحظة اللي اتقابلوا فيها كانت صعبة جدا، بس كانوا فرحانين جدا واخدوه وكانوا مبسوطين كلهم ورجعوا بيه لبيتهم. جودي قال للمحققين ان اليوم اللي اتخطف فيه المدرب جيفري جي اخده من البيت، بس هو على طول بعدها فهم ان هم رايحين لمكان تاني خالص، مش هيلفوا لان مش رايح في المناطق العادية اللي هم بيروحوا فيها عادة، وان الموضوع مش موضوع ربع ساعة زي ما قال لمامته، وان هو المدرب فضل يسوق بيه لحد ما الدنيا ظلمت. بعدها وقفوا في بيت في تكساس، وهناك المدرب حلق دقنه وصبغ شعر جودي اسود. الكلام ده كان في بيت حد من قرايب المدرب. بعدها بدأ يتخلي جودي يتعامل قدام الناس على انه ابنه، وركبوا اتوبيس وراحوا لكاليفورنيا. وبعدها راحوا للفندق، وده كان فندق رخيص جدا وقذر جدا، وبعديها بدأ يعتدي عليه اكتر من مرة، وكان بياخده بعدها يوديه لديزني لاند، وكان بيتعامل قدام الناس كأنهم الاتنين أب وابنه. بعد أسبوع جودي كان عايز يروح، عايز يكلم أهله، طبعا ما كانش فيه موبايلات في الوقت ده، وهو ما كانش فاهم هو ليه لحد دلوقتي ما رجعش لبيته. هو كان فاكر الوضع كله بالنسبة له كان إن صديقه المفضل خده وطلع بيه رحلة من غير ما يعرف أهله، وببساطة راح وقال له ان هو عايز يكلم اهله، والغريب ان المدرب وافق واتصلوا بامه فعلا، والمكالمة دي انقذت حياة جودي حرفيا. محدش كان يعرف
جيفري ده كان ناوي يعمل فيه ايه؟ يعني عادة في معظم القضايا اللي زي كده في النهاية بيقتلوا. لما جودي رجع البيت اهله بدأ يسألوه ليه ما قلتلناش، ليه ما عرفتناش ان هو بيضايقك، ليه ما فهمتناش؟ وهو رد وقال لهم ان كل ده بدأ وهو عنده 10 سنين وما كانش يعرف اصلا ان ده غلط، وكمان ما كانش عايز يضايقهم ولا عايز يوقع صاحبه في مشكلة. الراجل ده حرفيا كان متلاعب بيه ومفهمه ان الوضع طبيعي جدا، بس اهله لو عرفوا حاجة زي كده هيتضايقوا منه، فهو ما كانش عايز يضايق حد، وفي نفس الوقت هو ما كانش عايز يخسره، لان تقريبا كل الحاجات اللي اهله كان ممكن يمنعوا، اي اهل بيمنعوا اي طفل عنها هو كان بيعملها له، فهو ما كانش عايز يخسر الوضع اللي هو فيه معاه. والوضع ده مثال واضح جدا وحي الأطفال كتير جدا بيتعرضوا لنفس اللي مر بيه وبيخافوا يتكلموا، والأهل فعلا ما بيكونوا شاكين للحظة واحدة إن في حاجة غلط بتحصل. المهم جاري وجون بدأوا يودوا جودي لدكتور نفسي وبدأ يتحسن فعلا مع الوقت، وبعد فترة الشرطة قررت إن هي هتحاكم المدرب ده في لوزيانا، وخلاص كانوا هينقلوه من كاليفورنيا. بس مع ان كل الاعلام والقنوات التلفزيونية كانت هتصور لحظة رجوعه ودخوله لويزيانا تاني، محدش كان يعرف ده هيحصل امتى وفين، طيارته هتكون الساعة كام، كل المعلومات دي كانت سرية. وده عشان الشخص ده اولا درب اطفال تانية كتير، فكانوا خايفين ان ممكن يكون في ابهات تانية اكتشفوا حاجة زي كده، محدش كان يعرف ايه اللي ممكن يحصل. كمان كانوا خايفين جدا ان جاري يتهور ويعمل حاجة فيه. والساعة 9:30 الصبح يوم 16/8 بعد 15 يوم بالظبط من رجوع جودي للبيت، جيفري داوسيت اللي كان عنده 25 سنة وصل للمطار. كان فيه 2 ضباط معاه، وقبل ما اي حد ياخد باله من اي حاجة في طلقة ضربت وصوت صراخ ملا المطار كله، الناس كلها بقت بتجري محدش فاهم ايه اللي حصل، والقنوات اللي كانت بتصور عرفوا ان هم صوروا حاجة مش المفروض خالص ان اي حد يتفرج عليها. بس طبعا ده كان بس مباشر، والكل كان بيتفرج على التلفزيون، واي حد كان بيتفرج شاف، وهم ما كانش في ايديهم اي حاجة يعملوها، هم كانوا لسه مصورين جريمة كاملة بتحصل، والقاتل كمان كان واضح جدا في الصورة، كان لابس كاب بيسبول ونظارات، والكل عرف على طول هو مين لان الضباط اصلا نادوا عليه باسمه، واللي كان جاري ابو جودي. خدوه عند التليفون وبدأوا يسألوه ليه جاري، ليه عملت كده، وهو كان بيعيط وبيقول اي اب مكاني كان هيعمل اللي انا عملته عشان ابنه، لو انت عندك ابن كنت هتعمل كده. جيفري وقع على الارض ودخل في غيبوبة في الوقت ده، وبعدها مات في المستشفى تاني يوم على طول. جاري وقت ما عمل كده كان مقرب جدا من جيفري، حط المسدس على راسه عشان يتأكد من حاجتين، اولا انه مش هيأذي حد تاني، كمان كان عايز يتأكد ان جيفري مش هيعيش. محدش كان يعرف وقتها ازاي جاري عرف ان جيفري هيكون في المطار، زي ما قلت لكم الموضوع كان سر. وقتها الناس بدأت تطلع نظريات كتير، مثلا ان اصحابه اللي في الشرطة حد منهم يعني عرفه عشان يروح ينتقم لابنه من غير ما هو ايه يظهر في الصورة. بس بعد فترة اتعرف ان جاري راح للبار اللي بيروحوا على طول زي ما قلت لكم تاني، وهناك قعد واتكلم مع موظف شغال في قناة WBRZ نيوز. القناة دي اصلا جاري كان شغال فيها قبل كده، وعشان كده كان عارف ضباط كتير وعارف ناس كتير من القنوات الإخبارية، صحفيين كتير. وبعد ما اتكلموا شوية هو الموظف ده غلط وقال له ان في ناس من اصحابه رايحين بكرة عشان يصوروا لحظة رجوع جيفري داوسيت. طبعا جاري سمع الكلام ده وفكر وقرر وعرف هو هيعمل ايه، راح وفضل مستخبي عند التليفونات، عمل نفسه ان هو بيتكلم في التليفون، وطبعا كان لابس الكاب والنظارات ومديهم ظهره، لان زي ما قلت لكم هو عارف ان الاعلاميين وناس كتير عارفينه، فاي حد هيشوفه هيعرفه، فكل اللي هو رايح يعمله مش هيتعمل. راح وفضل مستني، واول ما جيفري عدى من جنبه
طلع السلاح وكمل خطته. الفيديو بتاع الجريمة ده انتشر جدا، انتشر في كل مكان، نزل على اليوتيوب وجاب 2 مليون مشاهدة، وده رقم كبير جدا وقتها، واليوتيوب حذفه، وكل شوية المشهد بيرجع تاني. المشهد ده جايب كل حاجة بأدق التفاصيل، يعني حاجة صعبة جدا ان حد اصلا يتفرج عليها. الناس والاعلام كل الناس تقريبا رأيهم كان واضح جدا في قضية جاري، الكل كان واقف في صفه، والكل كان شايف ان جاري مش المفروض يتعاقب. الكل كان بيقول عنه ان هو شخص طيب جدا، عمره ما اذى حد، وان هو اب بيحب ابنه، فعمل كده عشان ينتقم لابنه. حتى الجرايد كانت بتنزله في صورة يعني بتنشر القضية في صورة الأب اللي انتقم لابنه، مش شخص خالص ارتكب جريمة. أنا مش عارفة انتوا رأيكم ايه، أتمنى تقولولي رأيكم في الكومنتات. بعدها جاري وهو في الحجز قال للمحامي انه ما كانش هيسمح أبدا لجيفري انه يعمل كده في أي طفل تاني. طبعا محدش كان يعرف المحاكمة دي هتنتهي ازاي. الناس هنا بدأت تجمع تبرعات كتيرة جدا، توكل محامين كتير جدا، كمان بيدوا فلوس لأهله عشان يقدروا يعيشوا لحد ما هو يخرج من السجن. وفي البيت جودي عرف باللي حصل وزعل جدا، بالرغم من ان الكل منعه ان هو يشوف الأخبار او يشوف المقطع ده، بس هو شافه وعاده كذا مرة، وكان فاهم ان ابوه متضايق من اللي حصل معاه، بس ما كانش فاهم ليه وصل للمرحلة دي. وعايز اقول لكم ان هو كان مع الاسف بيعيط، يعني هو طفل مش فاهم حاجة، بالرغم من كل اللي حصله كان لسه عنده رابط مع جيفري، كان لسه بيحبه. فيعني اي طفل مكانه، الاطفال سهل جدا ان يضحك عليهم باي حاجة، فهو ما كانش فاهم، هو كان شايف دلوقتي ان ابوه قتل صديقه المقرب. جون حاولت كتير ترجع شعر جودي اشقر تاني، لان شعره الاسود كان لما الكل بيبص عليه كان بيفكرهم بكل اللي حصل من تاني. معلش انا الاسماء كلها في القضية تقريبا شبه بعض، فانا اسفة لو اتلخبطت في حاجة. هنا محامي جاري قال انه لما سمع اللي حصل لابنه دخل في حالة نفسية خلته مش عارف يفرق بين الصح والغلط، وان هو ما فكرش ابدا يأذي اي شخص غير جيفري، الشخص اللي عمل كده في ابنه، انما غير كده حتى اول ما قربوا منه في المطار هو ساب المسدس على طول وسلم نفسه، هو ما كانش في نيته اذية اي شخص. وفي دكتور نفسي كمان شاهد بكده، واتحكم هنا عليه بالسجن 7 سنين مع ايقاف التنفيذ، و5 سنين تحت المراقبة، و300 ساعة خدمة عامة. ما اتسجنش نهائي، بس اتقال انه لو ارتكب اي جريمة تانية في اي لحظة هيتسجن 7 سنين على طول. جاري ما ارتكبش اي جرائم وكمل حياته عادي جدا، وطلع في كذا انترفيو قال ان هو مش ندمان على اللي عمله. وفي سنة 2011 جاري جات له جلطة، ومن وقتها وهو بيبقى صعب عليه ان هو يتكلم او يمشي، وفضل في البيت كذا سنة تحت الرعاية، ومات في سنة 2014. جودي وقتها كان عنده 41 سنة، كان بقيله فترة طويلة بيكتب كتاب، والكتاب ده كان اسمه واي جاري واي، وحكى كل حاجة في كتابه، وقال انه اتصدم لما عرف اللي ابوه عمله وما كانش موافق عليه، وقال هو ما سألنيش ليه. جودي قال انه هو كتب الكتاب عشان يعلم الضحايا ازاي يتعاملوا مع التجارب السيئة اللي بيعدوا فيها، وكمان ينصح الاهل ازاي يتجنبوا مواقف زي دي. كمان جودي كبر زي ما قلت لكم، اتخرج من جامعة لوزيانا وكان عامل ماجستير في الفلسفة وعلم النفس، واشتغل بعد كده في مساعدة الأطفال والكبار كمان اللي تعرضوا لمشاكل وتعرضوا لحالة زي الحالة اللي هو اتعرض لها، وقال انه اخد وقت طويل جدا عشان يسامح باباه على اللي عمله، لانه بدل ما يقضي وقت معاه ويقف جنبه ويخليه يقدر يطلع من الأزمة اللي كان فيها، هو ضيع الوقت وهو بيحاول يثبت براءته هو. واللي حصله ده بيحصل لناس كتير جدا حتى في مجتمعنا، واظن ان كل الاهل لازم يوعوا اطفالهم، لان الاشخاص دول بيكونوا متلاعبين جدا، يفهموهم من سن صغير جدا كمان ان ده غلط، وان ده لو حصل وحد قال لكم ما تحكوا لناش وان احنا هنتضايق، فاحنا بالعكس لا مش هنتضايق،
وربنا يا رب يحمي أطفالنا جميعا. وهنا تكون خلصت قضيتنا النهاردة. أتمنى تقولولي رأيكم، هل انتوا شايفين اللي جاري عمله ده صح ولا غلط؟ وهل الحكم عليه كان عادل فعلا ولا كان لازم يتسجن؟ ولو عجبتكم القضية ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم في قضية جديدة. سلام.